موضوع يمكن بيهم كتير من الناس اللي عم يتابعونا، بيهمنا، بيهم المحيط حتى. اليوم بدنا نحكي عن تقلب المزاج. مرة بتلاقي الشخص زعلان وفجأة بتلاقيه فرحان، مرة بتلاقيه معصب ومرة بتلاقيه متوتر. يمكن الضغوطات والظروف القاسية أحيانا اللي بتمر على الشخص أو الظروف اللي عم نعيشها خلال سنوات الحرب، كانت في ضغوطات كتير، أو خصوصا الضغوطات الاقتصادية، هذا أمر طبيعي. بس إيمت فينا نقول إنه لا، الموضوع خرج عن السيطرة؟ لأنه اليوم نشوف في تقلب بالمزاج خلال فترة زمنية قصيرة بشكل كتير كبير. رح أحكي عن هيدا الموضوع أكثر مع الدكتورة رولا الصيدلاوي، اختصاصية في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح هيك المزاج الرايق والهدوء. ان شاء الله هيك والطمأنينة. ان شاء الله هيك يتم. بس ان شاء الله لبقيه النهار. خلينا نبلش معك ونحكي شوي. اليوم موضوعنا موضوع كثير مهم، وصار خليني اقول لغه العصر. يعني نعم. الناس بالعموم صار في عندها تغيرات مزاجيه. هون بدنا نفرق بين تغير المزاج وبين التغير الحاد المفاجئ اللي ممكن يكون له اسباب اخرى نحن ما بنعرفها. تمام. هلا بداية نحن منعرف اضطراب المزاج هو اضطراب في الصحة النفسية بشكل عام، يعني سواء كان درجته خفيفة أو درجته متوسطة أو درجته متطورة أو خطيرة بنقول عنها. هو اضطراب الصحة النفسية هلا ينتج إما عن حزن شديد خلال فترة زمنية معينة، أو فرح شديد، يعني فرح وابتهاج مفرطين. يعني ممكن نكون يا حزن شديد كتير يا أما فرح وابتهاج شديد كتير، بس يختفي هذا الفرح أو هذا الحزن بيصير في عنا هذا الاضطراب المزاج. يمكن هي الأسباب العلمية الصحيحة، وهذا اللي بدي أسألك عنه دكتورة. لما نقول بيقول لك الطبع غلب التطبع، إنه هيدا شخص رايق، يعني نعم. طول الوقت بتشوفيه رايق، فجأة يعني وعمره من نقول 30-35 سنة فجأة تغلبت هي الطباع. عم نحكي عن مزاجية، تقلب بالمزاج. هون بنقصد إنه فعلا تعرض لصدمة، أو مثل ما قلنا مر بمرحلة حزن أو مر بمرحلة فرح أدت لهيدا الطبع. يعني بتقلك ما كان هيك. يعني نعم. أغلب الناس بتقلك مو معقول العالم كلها صايرة مزاجية، ما كانت هيك. يعني نعم. فلان كان كتير رايق، فجأة عم نقول تقلب من المزاج. صحيح. مرة معصب، مرة رايق، مرة متوتر. هلا الفرح والحزن والمشاكل اليوم بالحياه اليوميه هذا امر طبيعي، ما في انسان ما بيمر فيها. ضغوطات الحياه، ضغوطات اسريه، ظروف اقتصاديه، هذا امر طبيعي. الانسان لما انت حضرتك ذكرتي مثال، هو طبيعته بعمر احنا بنقول ريعان الشباب بعمر 30 35 25 حتى بال40، هذا بيكون عنده طاقه وحيويه واندفاع ايجابي وعنده حب للحياه، وخاصه الشباب. صحيح. فلما بيتغير فجاه هلا ايه، تعرض هو لموقف قد هو بنسمع ما كان هيك. يعني قد هو مثلا حاطط اماله بمثلا شخص معين، هذا الشخص انشغل عنه، بعد عنه، حاطط اماله بمثلا بده يفوت فرع جامعه، نحكي على طلاب الثانوي البكالوريا، ما طلع له، فبصير في عنده هذا حاله تقلب المزاج والحزن الشديد. الخطوره وين؟ بتؤدي لاكتئاب. الاكتئاب له نتائج غير محموده. فهذا امر طبيعي انه يمر بفترات حزن وفرح، بس لما الشخص هو يعني نحن بنقول بيعلم نفسه انه انا حياتي مقترنه بهذا الشخص، او مثلا صديقه او اولاد او اسره، او ضروري هذا الترابط، لكن مو معناتها هي نهايه الكون. يعني انا ممكن زميلتي سافرت، طب اذا سافرت انا بنهي حياتي؟ لا. مثلا بأدي للموت البطيء كمان؟ لا. فهون طبعا نحن بعدنا اذا ما تعرض لصدمه، لمشكله. صحيح. لحزن، لتغير عمل، هذا كله امر طبيعي انه اذا تغير عمله مثلا لا سمح الله، صدمه، حاله وفاه، اسباب انفصال، طلاق، احيانا هذا امر طبيعي بتمر فيه سواء السيده او الرجل، هذا امر طبيعي. لكن عم نحكي نحن الغير طبيعي، انه هو ما في شيء فجاه هيك صار، بيكون في سبب معين انه هذا الشخص متعلم. ممكن على مثال نقول بيقول صباح الخير يوميا مثلا اصدقائه، ما يوم ما حدا ما جاوبه، فهو بيصير معه ردة فعل سلبية، بيصير زعل وحزن وتغير بمزاجه. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن الأسباب الأخرى اللي بتدخل ضمن هذا الموضوع، مو بس الشدة النفسية هي سبب. أحيانا بعض الأمراض، بعض المشاكل، دائما النفسي بيقترن أيضا مع تماماً. مع كل شيء. صحيح. في أشخاص ممكن يمرضوا، في أحيانا بعض نقص الفيتامينات. نعم. بتأثر على المزاج. وفي كتير مشاكل أخرى ممكن تغير.
شيء بالصحة أو مشاكل معينة. هون نفرق بين هاي خلينا نقول التغير بالمزاج بسبب شيء معين إذا تعالج بيتحسن، وبين شيء النفسي البحت مثل ما بنقول. هلأ يمكن ذكرت من قليل أنه وقت يكون الإنسان هو متعرض لمشكلة نفسية، هي مشكلة آنية فترة معينة بدها تمضى، ممكن أحيانا تستمر لأمر إلى مثلا السنة فترة زمنية كمان بنقول نوعا ما، بس هو يحاول يطلع منها. هلأ في مشاكل أكيد نفسية هي بتنتج عن مشاكل صحية، يعني عندك أمراض الضغط والسكر، مريض الضغط دوما بتحسيه بحالة عصبية وتوتر ولا شعوريا هو ملقن نفسه أنه أنا إذا مثلا عفوا هالكاس المي ما بلاقيها موجودة مكان أنا بدي عصب ارتفع ضغطي، فهو بصير عنده هو باللاوعي أنه أنا لازم دوما نكون ستريس. فهي نقطة. النقطة الثانية في عندك غير اللي عندهم أمراض، أمر طبيعي الإنسان لما يتعرض مثلا لكريب، وخاصة نحن الآن بفترة يعني انتشار وباء تمام كورونا، فلذلك نحن هون بتلاقي الإنسان اللي قريب رشح يعني هي أمراض الشتاء من أولى بتحسي بحالة مزاجية مو قدران يحكي، جسمه تعبان، كمان بيتعرض للتقلب مزاج، هذا أمر كمان منقول طبيعي لأنه فترة معينة. في عنا أمراض لا سمح الله خطيرة كتير، أكيد هذا الإنسان بده يكون بحالة، إلا إذا دخل دخلنا العلاج المعرفي السلوكي، العلاجات النفسية، دخلنا مواضيع الصحة النفسية، ندخل شخص مهم يهتم بهذا، يعني قريب للشخص المريض إذا كنا عم نحكي عن مشاكل الصحية، وحتى إذا كان تعرض لاضطراب مزاج نتيجة صدمة لازم يكون شخص مقرب. هلأ ممكن يكون طبيبة، طبيب، صديقة، صديق، لازم يكون حتى يقدر يطلعوا من هاي الأزمة اللي هو فيها، سواء أزمة صحية أو أزمة كانت نفسية. طيب دكتور خلينا نحكي كيف فينا نحن نتعامل مع تقلبات المزاج إذا كان في عنا شخص بالعائلة هيك، لأنه أحيانا بتلاقي هذا مزاجه متقلب والتاني بصير في مشكلة، ما في تعامل نوعا ما، لازم يكون في تعامل سلس، يعني في طريقة لتقدري تتعامل مع هذا الشخص وما تتفاقم أساسا المشكلة، وتتعامل معه أنه هو يعني هي مشكلة طبيعية منا مشكلة كبيرة. هلا بالعائلة إذا كان في شخص هو عنده الهدوء والحكمة هذا بيساعد، يعني أحيانا بيجي مثلا الأب أو الزوج من العمل عنده ضغوطات كثيرة ومزعوج من العمل من أي سبب كان، ضغط المواصلات، يعني هذه في أسباب كثيرة، ظروف الحياة اليوم ولو رايق طبعاً. يعني هلا هون بيجي دور الزوجة لما هي بدها تتوتر أكثر أو الأولاد، فهون كمان بيزيد هاي الحالة بتتفاقم أكثر، يعني بده يكون في حكمة في، وكمان نفس الشيء الأمر العكس صحيح، وتكون الزوجة جاية ومتضايقة إذا كانت هي مثلا عندها مجال العمل، كمان الزوج بده يستوعب، لأنه بالأول والأخير إذا الأم والأب الأولاد ما لهم ذنب أبدا، يعني وبده يتعلموا هذا الشيء، الصراخ، العياط، هذا نحن بنقول الصراخ بصوت عالي، العصبية، هي كلها بتزيد الحالة، بتفاقمها للحالة ما بتصلحها أبدا أبدا. بس في نقطة أنا دوما بقول، يعني كل إنسان بيتعرض لضغوطات صعبة لا مشكلة معينة، ما أنا بقول المحيط اللي حواليه ما له اي ذنب يتحمل انه مشاكلي، يعني انا مهما كان عندي ظرف صعب انا بروح لطلابي بالجامعه بابتسامتي، ما هن ما لهم ذنب، او زميلاتي بالعمل، يعني هن شو لهم علاقه، ما هن عندهم مشاكل كمان، صحيح. هي بدنا نحافظ عليها، يعني كمان نحترم خصوصيه الشخص الثاني، والله انا هيك بدك تتحملني، لا هي كنترول نفسي للواحد، بدك تتحملني بطبيعته، ما هو عنده مشاكل كمان، هي نقطه كثير ما عم نلتفت لها للاسف. نعم. طيب دكتورة كمان خلينا نتعرف اليوم كيف الشخص هو قادر يسيطر شوي على نفسه، يعني عادة الأشخاص ما بيكون من السهولة أنه يسيطر على نفسه بموقف معين بحالة معينة، ممكن الطرف الآخر أو المحيط بيساعده. نعم. طب إذا ما عنده هي المساعدة شو بيعمل؟ هلا هو بالاول والاخير ما منتبه على حاله، يعني هي النقطه كمان هي ما له منتبه على حاله، هي النقطه انا بحط قدامها هيك قوسين انه ما له منتبه، هلا بده ينتبه لحاله، بده يدرب نفسه، يعني انا بعطي مثال، مثلا طالب بكالوريا بيجي بيقول لهم جايه مثلا بده يشوفوا مثلا الدرس كيف قعدتكم كيف جوابكم، فهن بيضبطوا نفسهم الطلاب هالنص ساعه هالربع ساعه، طب مثل ما ضبط نفسه، مثال عم نعطي، شخص بالعمل جاي مثلا مسؤول العمل يشوف كيف اداء عملكم، بتلاقيه ضابط نفسه قد ما كان عصبي، طب كيف انت قدرت تضبط نفسك ربع ساعه خمس دقائق، اضبط نفسك اكثر شوي، زودهم يوم عن يوم.
الأخبار الشائعات ما السلبية والشائعات اللي عم تضايقنا وتعملنا توتر كبير هي نبتعد عنها. يعني في ناس هي هوايتها ما شاء الله تفتح على صفحات التواصل الاجتماعي بس تقرأ وين في مشاكل سلبية وفي أمور شائعات وتنقلها نسخ لصق فورا. طب أنا بهالفائدة شو؟ غير أنه وترت نفسي عم وتر محيطي كامل، شو استفدت؟ قد بعض الأشخاص ما يتقبلوا، ما عندهم مشكلة بالقلب، مشكلة معينة يرتفع ضغطهم يأثر عليهم هذا الخبر اللي أنا نشرته. أنا بدي أحاول أدرب نفسي، إذا ما عندي حدا يساعدني وين في أخبار، وين في رياضة؟ أنا بقول دوما بأكد على الرياضة بكل لقاء لأنه المشي بيعمل طاقة هيك إيجابية. في شيء أنا محبب يوميا خصص لنفسي، معلش سواء مهما كان عندي ظرف صعب هالنص ساعة يومين، هي نص ساعة إلي بدي أقرأ شيء مفيد، بدي أتواصل مع صديقتي، بدي أشرب قهوتي، بدي أسمع موسيقى هادية أنا برتاح فيها، هي بتعمل لي حافز لأستمر لبعدين. هي كتير ضرورية، بده يحاول نفسه بنفسه لأنه بوقتنا الحالي بالظروف الصعبة ما عاد نحن ما رح نقول لأنه كل واحد عنده مشاكل معينة، ما في حدا حيقلك أنا متفرغ بس لخدمتك 100% ولساعدك. في البعض لكن مو دوما متفرغ متوفر. أنا بدي أحاول عالج نفسي، وما شاء الله عنا يعني الآن عبر النت في عندك كتير يعني المواقع اللي بتفيد اللي بتساعد. يعني حتى السيدة ربت المنزل وأنا بقول إلها دور كبير عم تربي أولادها، لما هي يعني بالبيت فيها تسجل دورات بدون ما تطلع برات البيت إذا أولادها صغار، بتقول إنه أنا بالبيت ما عم بقدر روح أولادي صغار. إيه في عندك في على النت فيكي في دورات تسجلي تتعلمي، في كتير كل شيء موجود ومتوفر. يعني هذا نوعا ما متوفر صار ومجانا، يعني حتى ما نقول ظرف اقتصادي صعب. فممكن يعني هي خلال كل كم يوم تشوف هي تطور نفسها، شوفي بس تشعر بتعزز قدراتها بتعمل لها طاقة إيجابية عالية. هي يعني يطلع مين يطلع لي يستخدم رجل القدرات الموجودة سواء أنا الرجل أو المرأة. أكيد بدنا نشكرك الدكتورة رولا صيداوي على وجودك معنا وعلى هي النصائح المفيدة. إن شاء الله يا رب كل الناس تكون استفادت وتأخذ فيها. شكرا كثير. شكرا لكم.